احتلت الفضة في عمان دورا بارزا في الزينة، سواء للرجل أو المرأة أو الجواد، فصنع منها الخنجر والقلادة والمعضد والخاتم والصريمة والصدار. وصائغ الفضة في صياغته لمعضد امرأة يقوم بتهيئة رقائق الفضة مستعينا بقالب خشبي. يضع رقائق الفضة على القالب الخشبي ليقوم بتشكيلها حتى تأخذ شكلا اسطوانيا، مستعينا بيده ومطرقته في إحداث هذا الشكل. وما أن ينتهي من تشكيل الرقائق الفضية حتى يقوم بلحم أجزائها كاملة، حتى يضعها بالماء البارد لكي يتماسك اللحام جيدا. يدخل القالب الخشبي بها ليتأكد من عدم تغيير شكلها وحجمها نتيجة اللحام. يضع حلقات عند أطراف المعضد الذي يصنع من أجل تماسكه، مستخدما المقص لتثبيت الحلقات عند الأطراف. يضع المعضد على النار، ثم يقوم بلحم تلك الحلقات بمادة القصدير، ثم يبردها بالماء. يسكب طينا كان قد جهزه داخل المعضد، فيطليه بالطين من الداخل والخارج كمقدمة لسكب الرصاص المصهور داخل اسطوانة المعضد، فيشكل الطين طبقة عازلة بين الرصاص والفضة. ينظر إليها بتمعن ليتأكد من أن الطين قد أصاب كافة أجزاء المعضد من الداخل. يبلل الصائغ قطعة قماش صغيرة، يغمسها بالطين ويسد بها إحدى فوهات المعضد الفضي، يضغطها بأصابعه ليتأكد بأنها سدت جيدا. يذيب الصائغ الرصاص من خلال وضعه في إناء خاص، فيسلط عليه اللهب حتى يذوب. يصب الرصاص المصهور داخل اسطوانة المعضد حتى تمتلئ بالكامل. يبدأ بإزالة الطين الذي وضعه على المعضد من الخارج مستخدما فرشاة سلكية، ويتيقن من إزالة ما علق بها من طين وأتربة. بعد أن تكون اسطوانة المعضد قد امتلأت بالرصاص وأخذت شكلها النهائي، حتى يقوم بثنيها من خلال الضرب عليها مستخدما الخشب في ذلك حتى لا تتأثر الفضة وتلتوي، ومن خلال الضرب الخفيف يأخذ المعضد شكله المستدير. وباستخدام مطرقة صغيرة وإزميل قصير دقيق، يبدأ صائغ المعضد بتشكيل نقوش ورسومات على المعضد وفي كل جزء من أجزائه. ونلاحظ أن الصائغ حينما ملأ تجويف المعضد بالرصاص المصهور
فإنه قام بذلك حتى يتسنى له النقش على معضد يتحمل الطرق والضغط دون تشويه لشكله وجماله. والصائغ في حرفته يضع خبرته ومهارته أثناء تشكيل النقوش والرسومات على المعضد لكي تخرج هذه النقوش تحفة جميلة من بين يديه، ولتكون زينة رائعة تتباهى بها المرأة أثناء ارتدائها بأشكالها الهندسية البديعة المستوحاة من البيئة العمانية بطبيعتها وأشجارها وموروثها الحضاري الخالد. كل هذا بدراية تامة في تعامله مع معدن ثمين لا يهدر منه شيئا أثناء تشكيل ما يصنع. وما أن ينتهي الصائغ من نقوشه ورسوماته حتى يتأكد بأن المعضد لم يتغير شكله أثناء ذلك، فيجري عليه بعض اللمسات البسيطة. يطلي الصائغ كافة أجزاء المعضد بالطين لكي يحميه من التأثير المباشر حينما يسلط اللهب عليه، لكي يذوب الرصاص الموجود داخل اسطوانة المعضد. ويذكر أن درجة الحرارة اللازمة لانصهار الرصاص هي أقل من درجة الحرارة اللازمة لصهر الفضة، لهذا يبدأ الرصاص بالذوبان ويخرج من داخل اسطوانة المعضد على شكل قطرات مع ارتفاع الحرارة الناجمة عن اللهب حتى لا يبقى داخل المعضد أي نقطة رصاص، ويصبح بالتالي مفرغاً كما كان قبل إدخال الرصاص به. يغسل المعضد من الطين وباستخدام الفرشاة المعدنية ينظفه مما علق به من طين أو أتربة لتصبح قطعة المعضد جاهزة، ويجهز الصائغ قطعا فضية صغيرة فيقوم بحشوها داخل اسطوانة المعضد. ومهمة هذه القطع الفضية إحداث صوت أثناء قيام المرأة بتحريك يدها، وهو صوت مستحب وإلا لما فعل ذلك. ولإقفال فتحتي المعضد يستخدم الصائغ قطعة نحاس يلفه بها. ثم يبدأ بإغلاق الفتحتين مستخدما اللحام ليصبح بذلك المعضد جاهزاً برسومه ونقوشاته، ويتبع الصائغ نفس الخطوات التي قام بها في صنع المعضد إذا أراد أن يصنع الحجلة التي تلبسها المرأة بقدمها كحلية تقليدية. وهكذا يخرج صائغ الفضة حولياً متعددة الأشكال والاستخدامات من أساور وخواتم وخناجر وحجل وصرائم. يضع خبرته ومهارته وذوقه الرفيع فيما يصنع كهذا المعضد الذي تفتخر المرأة العمانية بلبسه على عضدها اعتزازاً بالموروثات من سالف الأزمان. فبوركت الأيدي الماهرة.